اهلا وسهلا بحضراتكم النهارده زي ما وعدنا حضراتكم من خلال اداره قناه النادي الاهلي. بدايه التعاون المشترك ما بيننا وما بين او ما بين قناه النادي الاهلي وقناه ريال مدريد. النهارده هنشوف اهم الكواليس الخاصه باخر تدريب لريال مدريد، وايضا هنشوف وصول ريال مدريد او سفر ريال مدريد الى الرباط. النهارده عندنا كذا حاجه، ايضا في حلقه النهارده هنشوف لقاء خاص مع ديلبوسكي المدير الفني السابق او الاسبق لريال مدريد، في مفاجآت كتيرة جدا في حلقة النهاردة، ارجو ان هي تعجب حضراتكم. ابتدوا بقى تابعونا النهاردة بعد اقل من نص ساعة من دلوقتي على الهواء مباشرة، وكواليس حصرية لكل ما يحدث في بعثة النادي الاهلي كالعادة، وايضا في تدريب نادي ريال مدريد وبداية التعاون والشراكة ما بين قناة النادي الاهلي وقناة ريال مدريد. بداية اليوم النهاردة اللعب دايما للنادي الاهلي بيكون مع مين؟ مع الكبار فقط.